بداية حتكون مع الصحة والتغذية، وحنحكي عن حالة الأشخاص يلي بيعانوا من الصداع النصفي أو الشقيقة. هل فعلاً الحمية الغذائية ممكن تساعد على التخفيف من هاي الألام وهي إلى دور بعلاج هالحالة والتخفيف منها؟ حنعرف مع اختصاصية التغذية الدكتورة روعة التجار. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم وأوقات كل المشاهدين يا رب. اهلا وسهلا فيكي معنا دكتوره. يعني المعلومات القيمه اللي قدمتي لنا اياها باحدى الحلقات الماضيه، نحن اليوم طمعانين بمعلومات زياده. كمان موضوع هام مثل ما ذكرت، الصبا الشقيقه هلا صار عندنا بالصيف، على التنوع بالاكل او اختلاف النمط الغذائي، كمان ارتفاع درجات الحراره، كله عوامل بتسبب الصداع. هل يا ترى عن جد النظام الغذائي هو بياثر على زياده او التخفيف من نوبات الشقيقه؟ تمام، اكيد. نحن بنعرف انه النظام الغذائي او بعض المواد الغذائيه، الاطعمه، النظام الحياتي بشكل عام بيلعب دور كثير كبير بالامراض. احيانا ممكن يكون يزيد من العامل المرضي او ممكن يقلل. كمان الشقيقه الى دور، او الالام الراس او الصداع النصفي اللي نحن بنسمع انه كثير من الاشخاص بتجيهم نوبات بشكل متكرر او بشكل متقطع. لكن مثل ما بنعرف النظام الغذائي بيدخل بغالب الامراض ومنها الشقيقه والصداع النصفي. وإذا بدنا نحكي دكتورة عن الشقيقة وعن أفضل الحميات الغذائية يلي ممكن أنه هي تخفف من حالة الأشخاص يلي بيعانوا من نوباتها. تماماً. هلأ بالبداية نحن بدنا نعرف إذا جينا على المجموعات الغذائية وحكينا بمجموعة مجموعة أو المغذيات الكبرى اللي نحن بدنا نسميها، رح ندخل بالتفصيل لنشوف أنه يا ترى هل مثلاً الخضار، الفواكه، عنا الألبان، اللحوم، كل نوع من أنواع المغذيات شو اللي ممكن يزيد النوبات أو يخفف. هلأ إذا بدنا نحكي نحن بموضوع مجموعة اللحوم يلي هي مجموعة مهمة نحن اللي بتعطينا البروتين. نعرف أنه مثلا نحن في عنا اللحوم يلي هي بتنطبخ بشكل طبيعي بالمنزل، مثل اللحوم، الدجاج، البيض. إذا نحن ما عم ندخل لها مواد مضافة أو أنه هي تكون مصنعة عم نشتريها من الأسواق أو من المعامل، هي غالبا ما بتزيد نوبة شقيقة أو ما في لها تأثير. بينما إذا نحن عم ناخذ بعض المواد مثل اللحوم المعلبة أو اللي داخل لها بعض المواد الحافظة، كمان مثل داخل لها النترات والنتريت، هي ممكن أنه هي تزيد من نوبات الشقيقة. هي كمجموعة أولى. في عنا المجموعة الثانية اللي نحن في عنا مجموعة الألبان والأجبان. مجموعة الألبان والأجبان غالبا إذا أنا اللي عم باخذ الحليب أو اللبن أو حتى الجبنة واللبنة اللي نحن المشتقات العادية الاعتيادية الموجودة بكل منزل غالبا ما بتزيد، لكن في عنا بعض أنواع الأجبان أو الألبان اللي هي مثلا مثل عنا جبنة البارميزان، ممكن أحيانا عنا الروكفور، عنا اللي هي بتكون مخمرة، حتى كمان في عنا الشنجليش، ممكن عند بعض الأشخاص يصير في عندهم نوبة شقيقة بعد تناول هي الأغذية. لهيك أنا قبل ما أكفي بالمجموعات الغذائية بدي أنتبه لكتير موضوع ونبه عليه، أنه نحن في عنا أشخاص بيتحسسوا من مواد دون مواد، لهيك كتير مهم الاختبار الشخصي، ممكن اختبار الحساسية أو حتى أنا جرب حالي أني أنا لازم كتير انتبه أنه أنا اليوم أكلت هالأكلة الفلانية، يا ترى بعد يوم أو بعد يومين أو مباشرة صابت صار في عندي صداع نصفي أو لا. هذا المعيار شخصي جدا مهم أني أنا ركز عليه. تمام، يعني بنكون بمشكله بنصير بمشكله ثانيه اذا ما اتبعنا التعليمات الصحيحه. تمام دكتوره. هلا من انواع الانظمه الغذائيه بموضوع الشقيقه عندنا شيء اسمه حميه الاقصاء، عارفين عليها اكثر؟ تماما. هلا هي حميه بتعتمد انه نحن انا اختبر نفسي، ممكن بعد اختبار حساسيه، احيانا نحن في عندنا اختبار حساسيه، لكن في مشكله حتى كمان احيانا بنسمع شيء اسمه البصمه الوراثيه، بنسمع انه بيعملوا هي التحاليل. المشكله نحن اولا هي التحاليل احيانا اذا هلا انا وانتم كلياتنا رحنا عملنا تحليل بنلاقي انه نحن غالبا بنتحسس من مواد كثير غذائيه عاليه، يعني مواد تعدادها كثير كبير. ممكن انه نحن نعمل انه نشوف، انا بجرب حالي انه انا مثلا لقيت حالي بتحسس من هالنوع من الماده الغذائيه، يفترض او انه هو سرع بحدوث النوبه الشقيقه، يفترض اني بعيد عنه. يعني انا مثلا ممكن كاشخاص فرضا حكي عن مثال، انا اشخاص الفطر والكمأة انا بتحسس منهم، اشخاص ثانيين لا، ومباشره ممكن تسبب عندي الام بالحلق، ممكن الام بالراس، لهيك انه انت بجوز ما بتتحسسي منهم.
كثير مهم انا يكون في عندي انتباه ومشعر لبعض المواد الغذائيه، خاصه اذا مواد غذائيه عم دخلها جديد. يعني مثلا انا كشخص ما باكل جبنه ريكفور من قبل، قالوا لي جربي ذوقيها، ممكن انا عن جد يظهر تحسس، لكن ممكن اكل اكلتين انا ما اكلتين جداد ما اعرف من شو تحسست. لهيك اي اكله جديده بدي ادخلها بنظامي الغذائي، خاصه اذا مصنعه، كثير انتبه اني ما اخلطها مع شيء ثاني، لحتى اذا صار عندي اي رد فعل تحسسي انا اعرف انه من هي الاكله الفلانيه، مو اقعد اتحذر انه هي الاكله ولا هي الاكله. لنرجع لحميه الاقصاء، انه انا اذا كشخص بيتحسس مثلا من الجلوتين اللي هو بروتين القمح، ممكن بتحسس من اللاكتوز سكر الحليب، ممكن اتحسس من ماده معينه، انا كثير مهم راقب وامتنع عن هي الماده، لانه هذا هو الحل. ما في حل ثاني اني انا والله اخذ دواء ولا اعمل شيء ثاني انه يمنع تاثير هالماده اللي موجوده ضمن هالماده الغذائيه اللي سببت التحسس. يعني اعتبرها تجربه شخصيه لكل مريض، هو بيقدر يحدد شو الشيء اللي ممكن يضايقه او يبتعد عنه. اكيد اكيد اكيد. ولا حنحكي عن شيء ثاني دكتوره، عن الصوديوم، مثل ما هو بيرفع الضغط ممكن يزيد نوبات الصداع. تمام. هلا احنا الفكره في عنا الاحادي جلوتاميت الصوديوم، هو نوع من انواع اللي بيكون معزز النكهات، اللي بيكون غالبا بالاغذيه المصنعه اللي احنا حسميه لك يا موجود بالملح الصيني. انا احكي لك قصه، انه انا كنت مره بالبزوريه عم بشتري بهارات، بقى في سيده كانت عم تطلب الملح الصيني. طبعا هذا الكلام حصل له كم سنه، هو طبعا سعره اغلى من الملح العادي. الفكرة أنه الملح الصيني يفضل نحن ما نجيبه على البيت، يعني فرضاً عم ناكله بالأغذية الجاهزة بالأغذية المعلبة كميات إلى حد ما هو ما ضرره، بس ما أنا مشكلة. لكن أني أنا عود عليه زوجي، عود عليه عائلتي، أولادي، هذا الشيء يوم بعد يوم رح يكون في له مضار. منا أنه هنا الأشخاص اللي في عندهم شقيقة مباشرة بصير في عندهم رد فعل لأحادي جلوتاميت الصوديوم، بالتالي يصير في عندهم أكثر نوبات شقيقة وصداع نفسي. لذلك نحن كثير مهم ننتبه لأحادي جلوتاميت الصوديوم، أو ممكن نسميه معزز نكهة، نقرأ انه اي ماده غذائيه انا بجيبها يا ترى موجود بقلبها. اذا انا شخص بيصير في عندي نوبات شقيقه يفترض اني انا بعيد عنها. وكسيدات ضمن المنازل، انه لو سمعنا انه هي بتصير الاكله اطيب، لا نحن ما نجيبه على البيت، لا نستعمل الملح العادي، لانه يوم بعد يوم ممكن يكون في له خطوره على الجسم. تمام. مضاره كثيره، يعني مو بس بموضوع الشقيقه، يعني واحد بيقرا عنه تعليمات، اي شيء يعني اي شيء مصنع عموما هو شيء ضار. اكيد. لكن كمان عندنا بعض المواد غير المصنعة، من الدهون هي دائما الاكثار منها بسبب مضار كثيره، ومن البعض يقول انه الشقيقه كمان، هل بتاثر على الموضوع الشقيقه؟ هلا حسب نوع الدهون، نحن في عنا دراسه هلا صدرت حديثا انه نحن عنا الاوميجا 3 اللي هي مثلا اللي بتكون بالاحماض بالدهون والاسماك اللي مدهنه، يعني مثل انواع الاسماك اللي مثل السالمون، اللي طبعا هي مشكله انه اسعارها شوي غاليه او ما انا متوفره، لكن نحن الاوميجا 3 موجود بمصادر ثانيه هلا بنحكي عنها. الاوميجا 3 بالعكس وجدوا انه هو بيقلل نوبات الشقيقه، بينما الزيوت النباتيه وجدوا انه هي بتزيد من نوبات الشقيقه. لهيك نحن كثير مهم يدخل بنظامنا الغذائي الاوميجا 3 اللي هي موجوده ببذور الكتان، ببذور التشيا، موجوده بالصويا، موجوده مثل البقله، الخضروات الورقيه، المكسرات. يفترض انه انا كشخص بينصاب بنوبات شقيقه يفترض اني انا ادخل اوميجا 3 بنظام الغذائي. حتى الأشخاص الأصحاء لازم نحن يدخل عنا على الأقل 1 جرام يوميا. يعني دكتورة بهالشو ما فينا ما نسأل عن المشروبات والعصائر يلي ممكن تأثر على موضوع الشقيقة. تماما. هلأ في نقطة كتير مهمة أنا ما حكيتها بالبداية، نحن موضوع المي، إذا أنا شخص بنصاب بالشقيقة يا ترى قديه بشرب مي؟ يعني أي حدا بيجي بيقلي إن أنا عندي وجع رأس، أول شيء لازم أسأله إنه هل يا ترى عندك شرب قلة شرب مي؟ عندك إمساك أو لا؟ في عندك نوم، يعني نومك صحيح او لا؟ قد ايه عدد الساعات اللي بننامها؟ عن الكافيين اللي بعد شوي رح نحكي عنه، هدول كثير مهم نحن نركز عليهم. لكن بهني موضوع المي اللي هي مي السائله اللي ما في اي شيء داخلها، انا كثير مهم على الاقل يكون في عندي لترين. بالنسبه كمان لبعض المشروبات اللي انا كمان ممكن ادخلها وخفف من نوبات الشقيقه، عندنا الزنجبيل، عندنا الناردين، عشبه الناردين، عندنا الاكليل الجبل او حصلبان، في عندنا البابونج، عندنا النعناع، هدول كلياتهم عباره عن مشروبات بتخفف من نوبات الشقيقه. بينما العكس، انه انا اذا بتحكي على الكافيين، انا كثير مهم اني اخذه بكميات تكون معتدله، ما تزيد عن 200 ملي جرام بالنهار. يعني الكافيين هو عند الاشخاص اللي عندهم شقيقه سلاح ذو حدين، يعني إذا زاد
بتزيد النوبة شقيقة بصير في عنا، وإذا نقص بصير في عنا نوبة شقيقة. لهيك كتير مهم إني أنا التزم بكمية معينة خلال النهار حتى ما يصير في عندي نوبات شقيقة. تمام، هي معلومة مهمة. يعني في مفاهيم مغلوطة بتقول البعض إنه القهوة بتصحصح، وبالمقابل في ناس بتقلك لا، اللي عنده شقيقة ما بصير يتناول الكافيين. يعني هو التوسط والاعتدال هو يعني هو بحدود 200 ميلي جرام، يعني إحنا بحدود عنا تقريبا كوبين خلال النهار، ما يتجاوز هاي الكمية. بس إحنا في عنا مشكلة إنه عالم تشرب قهوة وشاي ومتي ونسكافيه، هدول كلياتهم فيهم كافيين. بدي انتبه قد ايه انا عم باخذ. يعني انا مثلا اذا شخص بشرب متي كثير وبشرب قهوه كثير، صار في عندي نسبه عاليه من الكافيين، اللي هي ممكن حتى الاشخاص نحن بنلاحظ برمضان وقت يبلش ينزل منسوب الكافيين بالجسم ببلش راسهم يوجعهم. تمام دكتورة، هي حكينا عن كل حالة، يعني حالات خاصة شو بيناسب أغذية، لكن شو هي الأكلات يلي ممنوع يتناولها يلي عنده صداع نصفي أو شقيقة، يعني الابتعاد عنها بشكل نهائي؟ تماما. هلا أول شيء في عنا من الحمضيات، عند الأشخاص بعض الأشخاص وجدوا إنه الجريفون، الليمون، البردقان إذا أخذوه خاصة عصائر، يعني أكثر من نحن ناخذها حبة كاملة بكميات عالية، هي ممكن تزيد عندهم نوبة شقيقة. لهيك يفضل إنه هن إذا بدهم ياخذوه حبة كاملة وما يكون عبارة عن أكثر من حصة، يعني بردقانة وحدة. كمان عندنا موضوع البصل اللي هو واحد من انواع الخضار يلي هو ممكن يسبب نوبات شقيقه، يفضل اذا انا شخص مصاب بنوبات شقيقه اني بعد عن البصل. عندنا كمان الموز، عند بعض الاشخاص وجدوا انه هون ممكن يزيد من نوبه الشقيقه. في عندنا كمان قلنا بعض انواع كل شيء مخمر، يعني مثلا عندنا الجبنه، ممكن في عندنا النبيذ الاحمر، في عندنا الملفوف اللي هو بيعملوه مثل مخلل هذا لانه مخمر. أي شيء مخمر هذا ممكن عن بعض الأشخاص يزيد نوبات الشقيقة. كمان في عنا موضوع الشوكولا اللي هي ممكن كمان ما تقولي دكتورة انه الشوكولا بتأثر وبتخلي بتزيد نوبات الشقيقة. هلا في عن بعض الأشخاص بتزيد نوبات شقيقة، لهيك نحن يفضل إذا أنا شخص، نرجع بنقول إنه أنا اللي شيء بتضايق منه ممكن أنت ما تتضايقي منه. إذا فعلا دكتورة هدول بيكونوا نكديين لأنه الشوكولا بترفع معدل السعادة. إنه بتأثر على يعني على الدماغ، هي الفكرة. لهيك إنه يفضل إنه إذا أنا يعني بتضايق بعد ما أكل هدول الأكلات يفضل إني بعد عنهم لحتى ما يصير في عندي نوبة شقيقة أو صداع. يعني بالدقائق الأخيرة دكتورة، حابين من حضرتك نأخذ شوية نصائح للأشخاص يلي فعلا بيعانوا من نوبات الشقيقة وهالآلام الشديدة يلي بترافقها، هيك شوية نصائح لنخفف من هاي الآلام والنوبات. تمام. اول نصيحه هي شرب الماء على الاقل 2 لتر، خاصه هلا بالشوب نحن بحاجه اكثر، يعني رح نقول 3 لتر. اذا ما بتحبوا الماء الساده فيكم تضيفوا لها نعناع، فيكم تضيفوا لها قطع خيار، فواكه، اشخاص مثلا بتحط لها ليمون، يعني النكهه اللي انتم بتحبوها. بس مو عصير محلى. ايه اكيد، بما انك عم نحكي فيها تحت الهواء. عصير محلى، نحن اصلا حتى السكر كميته العاليه ممكن يزيد من نوبه الشقيقه. الشيء الثاني هو النوم، لا النوم زيادة ولا نقصان، وخاصة النوم اللي قبل الساعة 12 اللي هو أفضل. يعني إحنا كتير مهم إنه كل ما نمنا ساعة قبل الساعة 12 ممكن تعادل ساعتين بعد الساعة 12. اتباع نظام رياضي، يعني إحنا في عنا على الأقل نص ساعة يومياً أو لحنقول 5 مرات بالأسبوع بحدود النص ساعة على 3/4 ساعة بالنسبة للرياضة. بالنسبة للموضوع الغذائي كتير مهم إني أنا بعد عن الأغذية اللي هي ممكن تسبب لي نوبات شقيقة اللي ذكرناها. كمان ممكن استعين ببعض الأعشاب مثل الزنجبيل، عشبة إكليل الجبل، كلها ممكن تخفف من نوبات الشقيقة. وإذا كنت أنا شخص بعاني من الإمساك كتير مهم عالج موضوع الإمساك لأنه في له رابط بينه وبين الصداع النصفي. تمام دكتورة، قبل الختام اللي حكيناه بينطبق على الأطفال كمان ممكن تصيبهم هيك حالات؟ يعني هلأ غالبا الأطفال إذا صار في عندهم آلام بالرأس ممكن تكون شقيقة، يعني هي لأنه غالبا بتصيب أعمار فوق العشرين. لكن إذا هي ممكن صارت عندهم وتأكدنا أنه بعد ما نحن نستشير طبيب العصبية ممكن تنطبق عليهم، يعني هي المعايير نفسها. لكن غالبا أنه هي بتصيب الأشخاص اللي أكبر من عمر الطفولة. يعني تمام، يعني بتختلف هون على حسب يمكن نوع الغذاء والفيتامينات الموجودة ببنية الطفل، فممكن تكون حالة تانية غير الشقيقة. تماما، ممكن تكون مشكلة مرضية. يعني هيك نحن الأفضل نستشير طبيب عصبية إذا هو فعلا الطفل عم بيعاني من هي القصة أو قصة تانية. تمام، كل الشكر لحضرتك دكتورة اليوم للنصائح اللي قدمتي لنا اياها، وان شاء الله الكل يكونوا بعيدين عن الصداع ووجع الراس. شكرا لك دكتورة روعة. اهلا وسهلا فيكم.